أبو علي هنا يقول: ما حكم نزول قطرات من البول بعد التبول لمدة 5 أو 10 دقائق؟ يقول: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يستوجب تبديل الملابس الداخلي أو ماذا أفعل؟ إن كان الشخص مصابا بسلس البول فرخص له بارك الله فيك وخفف عنه وحاله كحال المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويحفظ نفسه لكي لا يلوث المسجد أو مكان الصلاة، ويصلي على حاله إن كان مصابا بهذا المرض ولا يقدر على إمساك البول والأمر خارج عن إرادته وقدرته، وشيء دائم ومستمر، فيفعل ما ذكرنا. أما إن حصل منه هذا الأمر مرة أو أحيانا يحصل معه هذا الشيء فلا شك أنه يجب عليه أن يرجع ويغسل ما أصابه شيء من البول ويعيد الوضوء. فضيلة الشيخ، هذه الحالة تكثر يعني وقد يدخل فيها الوسواس يعني؟ لا، إن كان الأمر متعلقا بالوسوسة يستعيذ بالله جل وعلا ولا يلتفت إلى وسوسة الشيطان. أما إن كان الأمر حقيقيا وواقعيا فلا يخلو من حالتين. هذا يتطلب منه الذهاب إلى الطبيب مثلا ولا حتى يثبت؟ بلا شك بلا شك بلا شك الأفضل بارك الله فيك أن يذهب ويستفتي أو يسأل الطبيب لكي يشخص داءه ويضع له العلاج إن شاء الله. أما ما يتعلق بالحكم الشرعي فهو كما ذكرنا والله أعلم. بارك الله فيكم.